السلام عليكم وأهلا وسهلا. ومثل كل يوم في فضيحة، ولكن حلوين كتير الفضايح لما بتكون لصالح الإنسان. مين منا ما بيشرب مي؟ طبعا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. من كم يوم أنا وبالسلام سنتر يدخل علينا شاب وصبية، شاب من السعودية وخطيبته من لبنان، يعني صهرنا، وحكي عن المي وما قدرت نام. قلت له رياض لازم نخبر هالخبر، هالكلام اللي قاله أنا ما سمعته إلا بأمريكا ومن معلمة. قلت له أنت عندك من هالمكانات؟ اللي أنا درست في السعودية في مصر وفي إيطاليا، وزيادة عن هيك مش لأنه بس من السعودية، لأنه من الأحساء، وأنا بتربطني صلة حب وقلب بالأحساء مع راد المرزوق وخالد التركي، يلي هني من أول الناس اللي بالسعودية اللي صرخوا كلمة ميكروبيوتيك. واليوم إذا بدكن أكل صحي ما في إلا بالأحساء، مركز السلام. طبعاً غيرني الاسم وصرتوا تعرفوا ليش، ولكن اليوم رح نحكي عن المي يلي هي وجعلنا من الماء كل شيء حي، لا شرقية ولا غربية. ما حدا بيقدر يعيش بدون مي، فينا نقعد بلا أكل كذا يوم. المي علاج داء ودواء. فات على المطبخ وقال لي كيف بتشربوا قنينة؟ عم نشتري قنينة وبحطهم بالفخار. صرت خاف، بس خبر معه حق، حكي مثل ما حكي ميت شوكوشي. هيدا أول عربي حكي هالكلام. قلت له بتجي معي على التلفزيون وبتحكي؟ لا تخاف. قلت له أنت قول الكلمة والباقي علينا، المهم نقول الحقيقة ونصرخ للأمة العربية. لا عنا هوى ولا عنا رغيف ولا عنا ملح ولا عنا قمح، بس ما يكون عنا مي هيدي مصيبة. وإلى حل، طالما هالشاب عنده حل والحل مؤمن، أول خطوة مجانا. قال المي لازم تكون للجميع. رياض الناصر أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. مثل ما حسيت إنه لبنان بلدك، أمك من مصر وبيك من السعودية، هلأ خطيبتك هبة تتهنوا يا حبيبي من لبنان، يعني راح يكون عندك كلمة من هون ومن هون ومن هون. ودرست وجبت هالشركة اللي عندك على الأحساء، وقلت وين ما كان فيك تغير المي. نعم. أول مطرح سلام سنتر، نحن معك وتغير المي. مثل ما قلت أنا فكرت حالي إنه بحط المي بالفخار يعني تحسنت. أنت عندك غير حل. بحب نقول للناس أول خطوة بيجيبوا لك المي من البيت وبتفحصها وطلعت ملوثة، شو بتقلي؟ في البداية انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، ضروري يكون في صحوة على نوعية المياه الشرب اللي بنشربها، خاصة مياه الشرب ومياه الاستخدام بشكل عام، الاستخدام الآدمي. في طرق عديدة لتحلية وتنقية المياه. مؤسستنا بمنطقة الكيك وشامل المنطقة الشرقية كلها بالمملكة العربية السعودية، بنهتم باللي بيجينا في على المؤسسة ان احنا بنقدم له كافة الخدمات في تنقية المياه. طبعا الفحص بيكون مجانا لأي شخص بيجيب عينة من البيت، او حتى لو ما في تعب نفسه احنا بنروح للبيت عنده وبنعمل الفحص بالكامل ونشوف نوعية المياه الموجودة فيه. وعندنا طبعا الكثير من الحلول، اكثر من 450 نظام لأي نوع من أنواع، سواء كان للزراعة، للاستحمام، لمياه الشرب، وخاصة مياه الشرب. فإذا بيخد لك المي وبتقلي رح خبرك نحنا أنا شو بعمل بأمريكا، وعم بتقول أنتم مثل أمريكا وأفضل، لأنه في طرق خاصة للعالم العربي للسعودية. نعم. أنا بيخد المي أو بيجي الشركة بتفحص مثلك مجانا، قال لي يا بتغيري من الخزة بكلفك 3,000 دولار، 1,000 دولار إذا الحمامات، وأكثر إذا كل البيت، يعني في طرق، وبصير يعطيني حلول. وأنت نفس الشيء فيك تغير لي بس مية الشرب أو نزبط. مية الخدمة والشرب أو مية الجنينة كلها والزريعة، وعندك حلول تقدر تكون حسب كل واحد قد إمكانياته المادية. بس تنقول أنا ماني قادرة بس مية الشرب بدي أغير. طبعا أكيد في حل لمية الشرب، وبالنسبة للتكلفة في متناول يد الجميع تقريبا. شفت اسعاركم كثير معقوله. وبالنسبه لل في
وجهة نظر خاطئة شوي عند بعض الناس، إن إذا بغير المواسير أو بغير الخزانات أو بغير الخلاطات راح تصح المي وتصير صحيحة صحية. هي في الواقع يعني العيب من أصل الماء، يعني من مصدر الماء الموجود بشكل عام. إذا بنتكلم عن منطقتنا العربية كمتوسط بتكون غير صالحة لأي استخدام آدمي حتى في الاستحمام، ولذلك بنشوف كثير من مشاكل تساقط الشعر، مشاكل القشرة، مشاكل الأكزيما. كثير من المواد الطبيعية مثل الصابون الطبيعي أو الشامبو الطبيعي ما بيعمل في الشعر أو بالبشرة بكفاءة، مع أن بأمريكا يمكن عندك دكتورة مريم بتشوفي هناك في تأثير عليها، وهون يعني ما بنحصل تأثير. حتى لو استخدمنا المواد الطبيعية لأنه المي ملوثة مش عم ترغي مش عم تنظف. طبعاً too much iron in your water، فبيكون حتى لو فتحت الحنفية مزبوط فتحت الحنفية أو بشكل عام معادن كثير وخدتي مغناطيس كهربائي على المي بتحسي أن المياه تنجذب أوكي إلى المغناطيس، لأن في حديد بالماء. في حديد بالماء، فهي بنشربه كل يوم، بنتحمم فيه كل يوم، بينزل على عيوننا، بينزل على بشرتنا، بينزل على شعرنا، بينزل بجسمنا وبياخذ معادن كثير هالحديد. مزبوط، وبالتالي يعني وانزيمات وفيتامينات بتشوفي كثير اوكي من الان يمكن بناتنا 14 و15 شعرهم بيتساقط، تقصف الشعر من هالعمر لما بيوصلوا 25 30 سنه بيكون اوريدي يعني بيكون في مرحله خطيره اوكي بالنسبه لبشرتهم او شعرهم. بالنسبه للحلول طبعا اوكي في حلول كثيره، قد ما عندنا صحوه بتكون عندنا الحل. اوقات بنقول لا بدنا سياره مثل ما قلت، بدنا نحط مكيفات، في شيء اهم كثير مهم اذا فيك للكل، بس الاهم هي المي. اكيد كثير طبعا بيفكروا بالاولويات ان هالمياه تعودنا عليها وابائنا واجدادنا من قبل انه تعودوا على هالنوع من الماء، ولكن مصادر المياه إذا فينا نتكلم عن مصادر المياه فهي غير متجددة، هي واحدة، دورة المياه الطبيعية أو natural water recycle بتكون نفسها ذاتها، ولكن بتجر معها كل البولوشن الموجود في الجو والتلوثات. ففينا طبعا ما فينا نحط نسب اوكي للتلوثات لانها بتختلف من منطقه الى منطقه اوكي. في العالم العربي طبعا ما في قوانين تضبط، يمكن في اكثر الدول السيارات، عوادم السيارات، عوادم المصانع، التلوثات البيئيه، فبتختلف اشكال التلوث وبتتنوع في المياه. بالنسبه لطبقات الارض للمياه الجوفيه بتشكل تقريبا نسبه 3% 3% من المياه النقيه بالعالم، وكل طبقتين او ثلاث طبقات من الارض فيها مياه جوفيه. ولكن اما بتنزل مياه الامطار اوكي كبدايه الدوره الطبيعيه للمياه بتجرف معها، بتشيل معها كل التلوثات الموجوده في الجو، وبتسحب معها كل المواد الكيميائيه الموجوده في الوديان والسيول من بقايا المصانع وعوادم السيارات والبواخر والطائرات، وبتجرفها الى باطن الارض. مياه تتعدى فيها العناصر الكيميائيه ل 200 عنصر كيميائي، وبتجي اغلب مصلحه المياه باغلب الدول وبتضيف عليها كمان مواد كيميائيه اخرى وكلور، وبترسلها للمستهلك طبعا، وبتكون غير صالحه لاي استخدام ادمي. في كثير طبعا من الدول العربيه ودول الخليج خاصه بداوا يصرفوا الملايين بل المليارات اوكي على تنقيه المياه، ولكن لحد الحين طبعا ما في اللي هي النقاوه المطلوبه للاستخدام الادمي الطبيعي. بالنسبه لمياه الشرب طبعا دكتوره مريم زي ما بتعرفي انت قلتي لي يمكن في امريكا ممنوع قوارير البلاستيك. ايوه احكي ما تخاف ممنوع. هاي طبعا بالنسبه لقوارير البلاستيك وما يترتب عليها من علامات الجوده صاروا يعرفوا العالم عم بيقروا هلا عم بيحطوا طبعا معروف، وخاصه بمنطقتنا العربيه على خط الاستواء او بشكل خاص بتكون الحرارة فيها مرتفعة جدا، بتتعدى ال 40 درجة مئوية، بيحطوها في مخازن ويعدي برا بالشمس. بالضبط، فبتأثر عليها حرارة الشمس، بتذوب هالمواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك، ولا وصاروا كل فترة خلوها رقيقة أكثر شوي، يعني كل فترة بيرققوا من هالقنينة تيوفروا بلاستيك ويحطوها بجسم، وكلها أغراض تجارية طبعا. إذا فينا نتكلم عن المركز
عندنا بالأحساء. أيوة. أوكي. اللي هو مركز الجبر يعتبر من مركز الجبر في الأحساء. نعم، لأمراض الكلى. هذا مركز لأمراض الكلى. نعم. هو أكبر مركز للكلى في الشرق الأوسط. وبالنسبة لمنطقة الأحساء مئات الحالات بتجي شهرياً. وأكثر من 20 سنة منطقة الأحساء. ونغسلهم كل يوم بهالماء. مظبوط، بس لا هو بيستخدم مياه اوكي بنوعيات اخرى ولكن مقطره وبيستخدم مياه بعد التنقيه، ولكن بالنسبه للاحساء بتشرب المي البيذر باعتبار انها دوله شوي يعني او مدينه متحضره شوي كانت. أيوه. من 20 سنه تقريبا بتشرب المياه اللي بنسميها بيذر اللي هي المياه الصحيه والقوارير. أيوه. والان تقريبا بنسبه تقريبا 30% من متوسط اعمارهم في الأربعين بتكون عندهم حسب الكلى. عندهم حسب الكلى وبنغسل. نعم. الكلى وبنغسل الكلى، فمع أننا بنشرب المياه اللي بنسميها أو تدعى. أنا كنت أقول مية السعودية الوحيدة النظيفة يلي هيك أقول لكل الناس، لأنه الحكومة مهتمة طبعاً، لأنه حكومتكم بتصرف مليارات يا أخي، شيء بتشوف للطرقات، وأنا بس شوف شو في مشاريع عندكم بقول أكيد المي منا ملوثة، وصرت أعرف بعدين يعني اهلا وسهلا على لبنان، صرنا كلنا مثل بعضنا وين ما كان في تلوث. على العموم ودي اقول بالنسبه لنقطه على ما بنحط كل شيء على كاهل الدوله. أوكي. طبعا خلينا نحكي في شيء انه ما في جدوى اقتصاديه اوكي لاي دوله في العالم. اوكي نتحلل المياه بنسبه 100% وما فينا نطلب اصلا من اي دوله انها تحليها. الحل مش بايد الحكومه، الحل بايد الشعب يعني. بالضبط. اوكي، ما هو مثلنا عم بيشرب من هالمي، راس الهرم من كعب الهرم. مزبوط. دورك انك هلا بالقاعده نحن كشعب كيف نغير المي ببيتي، اذا انا غيرت وانت غيرت وانت غيرت كلنا، فاذا كمان الحكومه بتغير. انا كمان عندي طلب دكتوره، يا ريت يسمعون الناس، ان يا ريت تكون وعينا لنوعيه المياه المستخدمه بالمنزل، خاصه في كل بيت، كل واحد يطلع في بيته. كل واحد يطلع ببيته ويشوف المي. مزبوط. شو بيشرب كل يوم؟ شو بيستخدم؟ شو بينزل على راسه؟ شو بينزل على عيونه؟ شو داخل جوفه بينزل من مياه؟ خلينا نراقب وين عم بتفوت هالمي. بالضبط. وقديش عم نصرف مي، وقديش عم نبذر مي. كثير في ناس عندهم اولويات غير المي، باعتبار انه مشي زي الهواء بنشمه في اي محل، بنشرب مي من اي مكان، ولكن كثير منا بيشم الهواء ملوث بيمرض. عم نشم هواء ملوث وعم نشرب مي ملوثة. ومي ملوثة. بس بنقعد بسيارات فخمة. بنسكر وبنحط اي سي وما في شيء برا، احنا منا موجودين برا، موجودين بهالسياره، بس كثير منيح انه صار فيها وعي والناس عم بتحط فلتر بالبيت، عم بجرب يقولوا نحن واقعين بمصيبه ما عندنا الا هالحل، وبنشكر الله انه في حلول، وانا اول مره بسمع انه واحد مثلك قال فينومين دوسموز، هالكلمه معلمي بيقول، وانا بصدق ميت شكوشي وقت اللي بيقول ما في غير طريقه وحده بتغيير المياه هي الوسيله اللي انت عندك اياها. في كثير ناس عندهم فلترز، بس فينومين دوسموز، وبحب انك انت تشرحها، ريفرس اوسموسيس. بالنسبه للخاصيه اللي بيسموها بالعربي خاصيه التناضح العكسي، بيكون خاصه مياه الشرب، وفينا نحط اللي هو الاحجام الكبيره لكل البيت، بيكون مياه حلوه سويت. مش سوفت ووتر، بس بتكون سويت ووتر. هذه الطريقه بتكون بشكل مبسط. أيوة. عاده مكونه من 4 فلاتر، بتكون الفلتر الاول سيدمنت فلتر، بيشيل اي شوائب صلبه او رواسب او بقايا برادات حديد موجوده في المواسير وبتحجز الاتربه. الفلتر الثاني بيكون لتعقيم المياه من البكتيريا، بيكون عاده بالالترا فايلوت الاشعه فوق بنفسجيه، بعدين بتمر على بعدها على فلتر كربوني، كربون فلتر، بيشيل اي لون او طعم او رائحه بالماء وبيسحب الغازات الموجوده بالمياه. بعدها بيمر على الممبرين اللي هو الخاصيه الاسموزيه او ترشيح المياه، بينزل نسبة الأملاح الذائبة الموجودة في الماء اللي هي TDS أو Total Dissolved Solid من 90 إلى 95% حسب المياه الموجودة، وبتخلي من 5 إلى 10 أملاح ذائبة مفيدة للجسم، يعني ما بتخليها بدون أملاح باعتبار أن الجسم بيحتاج الأملاح الذائبة. وفينا نزيد طبعا حسب نوعية المياه ونقلل هالنسبة، إذا كان في أطفال بالبيت كثير فبنعلي نسبة الأملاح الذائبة شوي، بنخليها من 110 إلى 150 TDS. وأما إذا كان كله متوسط أعمارهم فوق البالغين بيكون من 90 إلى 110 كماكسيموم. فإذن هيدي هي المي يلي بتكون صالحة للشرب وللجسم وللغسيل وللبيت وللطبخ، ولا بدنا بلاستيك قنيني
ولبدنا فخار نحط المي فيه. ولو حسبنا طبعا اذا بنتكلم عن الموضوع حتى التوفير، بنوفر في اشياء كثيره جدا. اول شيء بنوفر في الماده، ما بنشتري زجاجات مياه اللي غير صحيه اساسا بشكل عام، يعني بنوفر في البلاستيك او حمايه البيئه. بالنسبة للغسيل بنوفر حتى في الصابون، وكثير طبعا من اللي جربوا بيعرفوا ان استهلاك الصابون في المياه النقية غير استهلاكه في المياه العسرة. بدنا 3 علب صابون لترقي ايدنا. خبرتني هبة خطيبتك، قالت لي ما بنعود نستعمل كريمات لترقي الجسم. مزبوط. هيدي شغلة كثير مهم. قالت لي جربت من 2 وحطيت صابون طبيعي ل2، بس المية اللي ما فيها الكالسيوم وما فيها الحديد كانت ايدنا قطرة. مزبوط. وما عليها قشر، وما يعني عم بيجربوا هلا الست الواعيه هي عم تختبر. معك حق اذا بالاول كلفتنا شوي، بس الصحه اغلى يا ابني، نحن عم نصرفهم وشفنا وين. فاذا اهم شيء الاولويات، طالما عندك الفينومين دوسموز الريفرس اوسموسس، هيدي وسيله مهمه كثير لتنقيه المي، ويلي عنده امكانيات الماديه وامكانيات فكر كمان وكيف بنفكر يقدر يغير كل المي. كيف فيك كمان يلي عنده امكانياته بالسعوديه فيها، يلي عنده شقفه جنينه صغيره برا يزرع ويسقي من هالمي وبيطلع لنا كل خضرتنا. اليوم بالاحساء عم تزرعوا حتى حبه ما بتطلع الا باليابان، الادوكي طلعت عندكم بالاحساء. فاذا فينا نحط كمان فلتر نقدر ننقي المي ونزرع فيها. اكيد. في طبعا فلاتر خاصه للزراعه بتكون، في منها اللي بنستخدم فيها حبيبات رزن، اوكي، بتمتص الشوائب الصلبه وبتخلي الاملاح الذائبه نسبتها مرتفعه، بتغذي نباتات معينه. فينا نعمل لها ساند فلتر او الفلتر الرملي، اوكي، ليخفف برضه نسبه الملوحه. لنزرع فواكه معينه مثل الدراء او الخوخ او المشمش او بالنسبه عندنا اي شخص بيجي على المؤسسه، احنا في يعني في اتم الاستعداد، اوكي، لتحديد نوعيه المياه اللي بده يستخدمها، سواء كانت في البيت او كانت في المزرعه او كانت في دكانه او في المطعم اللي عنده او اي شيء طبعا. وان شاء الله ان في كمان برنامج جديد، اوكي، لتسهيلات معينه، اوكي، بالنسبه للاشياء الكبيره مثلا، اوكي، المزارع او كذا، في تسهيلات معينه، اوكي، بالنسبه حتى في الدفع فيهم يدفعوا تقسيط، فيهم يدفعوا تقسيط طبعا، اوكي، بنظام معين، ممكن يكون عن طريقنا، ممكن يكون عن طريق البنك. بس ودي ان نقول ان الواحد يفكر يحط خطوه اولى، اول شيء انه فعلا يعني يبدا، اوكي، في التفكير العملي الجدي، اوكي، انه فعلا بده مياه نقيه في البيت صحيه لي والأفراد أسرته واللي حوالينه. حرام بنشوف يعني الحين صارت، بتعرفي دكتورة مريم، أوكي، يعني أعمار اللي صارت عندهم حصل كلى قدي صارت هلا، يعني في أعمار العشرينات بتكون عندهم حبيبي من قبل، يعني كان فوق الأربعين بالخمسين سنة بالستين وبالسبعين هيدا يكون صار عنده بحصة. هلا الأولاد الصغار عندهم حصى بالكلى والمي بيزداد سوء يوم بعد يوم، يعني لازم ننتبه لهالشيء. ودائما اللي بيحط نية خير لأهله ولأولاده ما يفكر في مسائل انه اشياء كمالية في البيت، زي للأسف ما كثير بيقولوا ان هالاشياء كمالية، ان ننقي المي بالبيت او للشرب او كذا، فما بتصور ان هالشيء من شيء الكمالي. ولا شو رايك دكتوره مريم؟ انا بقول ما جعلنا من الماء كل شيء حي. هلا هالمي اللي عم نشربها يا حبيبي، وجعلنا من الماء كل شيء ميت صار، لانه ما بقى عم نشرب مي نظيفه ولا بالغسيل ولا باي استخدام مي. كلنا لازم نرجع. ما زال في عنا ناس اوادم عم بتقول نحن عنا هيدي الاوسموسز الفينومين دوسموز ريفرس، هيدي افضل شيء اليوم بامريكا من 20 سنه، من 22 سنة أنا سمعت فيها. وقال ميتشو لازم بهيدي الطريقة، لأنها مثل الطريقة الرملية اللي عم بتقول أنا، ساند فلتر، ساند فلتر، هيدي الطريقة. قد ما في فلتر صار بالبلد وبالعالم العربي، أنا جبت كم مرة وما زبطوا معي. بحب أقول لكل الستات خاصة بالبيت، أنا بيتي صغير مثل ما شفت، ما بحب حط على المجلة فلتر. فيكن تعملوها بطريقة مخفية، بس افتح الحنفية تنزل المي نظيفة،
الست ما بتحب اليوم، انا ما بحب اشوف فلتر بمطبخ صغير فلتر كبير. عندكم طرق تحطوها تحت المجلى؟ هو غالبا بيكون تحت المجلى، يعني بيكون حجمه تقريبا ب 80 سم تقريبا، بيكون تحت المجلى مغطى تماما. فينا نحطه وين ما كان في زاويه مخفيه في البيت. عظيم. يعني ما بيأثر على شكل البيت، اوكي ممكن نحطه برا في الحوش او في الارتداد للبيت، فينا نحطه في السطوح، فينا نحطه في مكان مخفي، اوكي، ونوصل اوكي المياه النقيه. طبعا المياه النقيه كمان من اهم شيء فيها ان ما تخزن، باعتبار اذا خزناها في قوالين إيه؟ او شيء بيكون فيها نسبه هواء، بتعرفي دكتوره الهواء بيولد مع الحراره بكتيريا. أيوة. وهيك، فمهما كانت نقيه المياه اللي بنشتريها بتظل بعدين شوي شوي اوكي تتلوث، وهي مكانها بالبلاستيك وبالبكتيريا. فبالنسبه لنظام الار او اللي بنسميه او نظام التنظح الاكسي، بيكون بنشرب المي بعد التحليه مباشره، يعني على طول جاري المي على طول، على طول جاري، يعني بعد التحليه فيها طاقه بشرب. اذا كانت ركدي ريادي، فاذا هي وقت اللي بنفتح الحنفيه وبتجي المي منا عم تجي من المواسير، عم بتجي بتمرق بفلتر وعم بتنظفها وتعطيك اياها نظيفه ومشرجه وقويه، بتفتح وبتشرب، بتفتح وبتطبخ، بتفتح على الدوش، بتشيل تغسل الثياب. هيدي شغله مهمه، ومثل ما قلت ان اولا بدي اعطي فكره، تنقول رح اقول لك بامريكا دفعت 3000 دولار حتى غيرت مش الزراعه، بيت صغير 3000 دولار الشرب والغسيل والحمام الدوش. تنقول انت ببيت صغير قديش السعر، نعطي فكره بس. بالنسبه للاسعار طبعا بتختلف من منطقه لمنطقه ومن بلد لبلد، يعني بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه يمكن كمنطقه شرقيه ووسطى وغربيه اختلافها بين، يعني بتكون جده يمكن اقل الاسعار باعتبار المي انظف هناك في جده. الرياض كمان شوي بتكون أسعار أقل. بالنسبة للمنطقة الشرقية تعتبر شوي فيها نسبة عصورة مرتفعة، فبتحتاج أجهزة أكبر شوي فبتكلف. بس بالنسبة للتكلفة يمكن ما فينا نحدد بالضبط سعر الأجهزة، لأنه بتختلف من أسرة لأسرة، بتعرف يمكن عندنا بالمملكة العربية السعودية العوائل ما شاء الله، يعني في ال 15 وفي ال 20 وفي العشر أشخاص، فبتعتمد. ولكن كمتوسط بيكون في حدود المياه الشرب بتكون ألف دولار تقريبا. عظيم. كمتوسط، يعني شيء اتصور في متناول يد الجميع، وخاصه يد الجميع وبيقدروا. فاذا منا مشكله اذا كل واحد منا بيعرف انه المي اولويه، ما زال ما بقى فينا نتنفس، ما فينا نغير الهواء، بس فينا نغير الحنفيه، فينا نغير المي، ومنا صعبه. والميثود اللي انتم عم تستعملوه خليها تقعد الناس على www.waterpurifier وتشوف.com انه الفينومين اوسموز ريفرس اوسموز بكل العالم اعترفوا انه هي نمبر 1. وبدي هلا اسالك وانت تقول، واذا في شيء ما بدك تقوله انا اللي بقوله. أوكي. عن المنظمه العالميه للصحه شو قالوا لك؟ تكلموا كثير طبعا عن اثر عصوره المياه اوكي على، يعني على على البشره، على الانسان بشكل عام. اوكي بالنسبه لمنطقتنا العربيه شو قالوا عنا نحن؟ ايه كمتوسط اوكي بترتفع درجه العصوره فوق 17 جرين برجالون، اللي هي وحده قياس الشوائب، وفوق 10.5 جرين تعتبر مياه غير صالحه لاي استخدام ادمي. بتأثر طبعا من فوق على تساقط الشعر، على القشرة، على الحساسية، الأكزيما، قصر النظر حتى أما بنستخدمها على العين كل يوم بتنزل. مستشفى مغربي تكلمت في المنطقة الشرقية عندنا بالأحساء والدمام في افتتاح فرع الجديد، كانت المقابلة يمكن مع أحد الإذاعات، أنه من الأسباب الرئيسية لقصر النظر في المنطقة الشرقية هي المياه العسرة الموجودة فيها اللي كل يوم بيتحمموا فيها. طبعا الحمد لله بلشت مشاريع اوكي لتنقية المياه بشكل عام في المنطقة الشرقية مثل الرياض وجدة، وان شاء الله خير. ان شاء الله خير. فبالنسبة للاشياء اللي بتأثر عليها المياه كمان بالنسبة لتقرير منظمة الصحة العالمية، انه بتأثر على الامعاء اوكي، عسر الهضم، بتأثر على الصداع، بتسبب الصداع المزمن.
نقص المناعة بالجسم بسبب سد المسام الموجودة وقلة الأكسجين بالجسم الموجود، فبتقلل المناعة. الكلى، المرارة، وطبعا وأمراض اللي هو حتى بالشرب بالدم، بتكون الكلس، زيادة الكلس الموجود بالماء اللي بيكون أملاح صلبة، بتأثر حتى على الشرايين، بتعمل تقريبا نفس عمل الكوليسترول يعني بالنسبة للشرايين في الدم. مع الزمن أوكي بتعمل خطورة طبعا في هالأشياء. ما والمستشفيات أولك غيروا الماي؟ والله للأسف أنا حللت المستشفيات كثيرة. أوكي ما ودي أقول وين بالضبط. أنا اللي راح أحكي تحلي إلي صديقة ما راح سمي اسمها، تشتغل باليونايتد نيشن وبتشتغل بالمنظمة العالمية للصحة. أنا بفتخر إنها من لبنان ومن طرابلس، وما راح أذكر اسمك وما راح أذكر مركزها وين موجودة. وعرفت إنه بلبنان، بالسعودية، بالمنطقة الوسطى هون في تلوث بالمياه كتير، وجابت هالتقارير وشافت أكثر من مسؤول وأكثر من طبيب وبمصحات كتيرة، وعرفوا إنها حقيقة، وبقيت التقارير بالجوارير، قالوا في شيء أهم. بس اليوم هالشاب اللي إجا عم يحكي وبيعرف إشياء كتيرة، وكلنا عنا خوف نقول الحقيقة، ولكن إذا كل واحد منا هو بيصحى وبيوعى وبيعرف إنه هيدا تمة وهيدي حنفيتي أنا بالبيت، لا بدي سيارة ولا بدي فرشة وما بدي تيب وما بدي أتسوق وما بدي شهر تسوق ولا تسول، بدي نقطة ماء. ما فيني غير الهواء، بس فيني غير هالماء. وهالشركة موجودة في الأحساء وفي كل العالم العربي، مستعد إنك تروح رياض وين ما دعيوك بالعالم العربي وتاخد هالتقارير يلي منا موجودة عندك بالجوارير، وتحطها لقدام هالمسؤولين وتقول هاي المنظمة العالمية للصحة وهيدي حقيقتنا، فحصوا هالمياه وشوفوا. وما بدها فحص يا أخي، خبرني عن البدو، أنا بحب البدو، خبر عن البدو عندك شو عملوا. البدو عندنا بالسعودية كانوا إذا ما بدهم الحيوان الحيوان أو الحيوان أو كذا إنه يلقح بنسميه، إنه ينجب، كانوا بيشربوه مي صحية، مية القوارير هاي اللي عم نشربها نحن. مزبوط. بس بيسأل للحيوان ما بيصير عاقر ما بيعود يجيب أولاد. مزبوط. هاي تجربة بيعرفوها البدو كثير عندنا بالسعودية، على طول مجرد ما يحطوا لهم هذا المي ما بيعود ينجب أو يجيب. شو صار بالحيوانات لما نحطوا لهم مي من عندك ومي من التاني؟ جربناها احنا بنفسنا وحطينا مي نقية اوكي بعد التحلية، وحطينا مي من الحنفية او البير واتيفر على أو طول من البلاستيك ايه او من اناني، فراح على طول لل المي النقي، مشري من المي اللي نحن عم نشربها. طبعا نشربها. اكيد لانه بيحس الحيوان، حتى الحيوان بيحس انه فيها ماده الكلور مرتفعه زياده جدا. بعد بنخير وبشم، نحن ما بقى نشم ولا بقى نستطعم ولا بقى نشوف ولا بقى نسمع، حواسنا كلها ميتي. طبعا في كثير منا بيحس بعد ما يشرب المياه النقيه، لو شربتيها دكتوره ايوه بعد اما بتشرب المياه الصحيه اللي بيسموها أيوة. اوكي في القوارير بتحسي بطعمه الكلور مرتفع جدا، بتحسي بطعم الملوحه او طعم اللي بنسميه احنا طعم ماهج، يعني في شوي ملوحه على مروره. ايه بنحسها هي الطعمه، بنرجع بنصير نشرب وراها بعدين ملوح. شوي شوي الواحد بيتعلم وبينسى وبيتعود عليها. مزبوط. هاي للاسف هلا رح نعطي وقت للاعلام، وبعد الاعلام بدنا نحكي موضوع خطير كثير. انتوا بالبيت كل ام واب والاولاد بتجربوا، وهبه جربتها وانا رح جربها. مع السلامة بس للإعلام. وسهلا مرة تانية، وعلى طول نحن بحاجة إلى مياه نقية مثل ما الله أعطانا إياها. حتى مثل ما شفتوا لو عم نستخرجها وعم نحط أبار ارتوازية وعم ننزل تحت البحر ومنشيل مي، ما بقى في مي مثل ما الله خلقها.
لأنه الإنسان عم بيتلاعب حتى بالمياه الجوفية، ورح احكي حقيقة، ونحن مسؤولين وكل واحد منا مسؤول. كل واحد منا خليه يروح على شركة المي ويسأل مين اللي عم بيحط الكلور بالمي، مين هو هالموظف، مين معه الكمية، هل هو المهندس يلي دارس ويلي عنده ضمير، أو موظف جبناه مطرح ما منجيب الخدم ومنقول له نقعدوا ببيوتنا ربوا ولادنا عدوا بهالشركة. كم واحد منا عنده بيت جميل وقصر ومكتب وشركة؟ شوفوا العمال، عمالة رخيصة، هن اللي عم بيتحكموا بالمطبخ، هن اللي عم بيربوا الولاد، هن اللي عم بيطبخوا بالمطعم. تتذكروا هالقصة؟ مش بس واحد مثلهم عم بيحط مي عشوائي بالأرض. ما رح سمي ولا بلد لأن كلنا ضحية. في بلد بحبها كتير بالخليج ما بقى فيها مياه للزرع، قد ما هالشخص اللي بيحط هندي هو بيصير يحط زيادة كلور وكيماويات بالأرض حتى تطلع البطيخة هالقد ورأس البطاطا هالقد، بس كله كيماوي ما بقى يتاكل. أرجوكم يلي بيكونوا بمراكز من هالنوع، إن كان مستشفى أو مصلحة مياه أو مطعم أو بيت، جيبوا أفضل موظف. ما نحط 20 خادم وخادمة، نحط 2 وندفع لهم قد 40 خادم وخادمة، بيستاهلوا. في واحد كان عنده معمل وما عمل مي وتخربط، جاب واحد أخذ $1,000 وما مشي الحال، الثاني قال له بدي 10، الثالث قال له بدي 30، في واحد قال له بدي $100,000 تصلح المعمل. كلهم اجوا معه مكانات وشركات كبيرة وما مشي المعمل. اجا هالمعلم ما معه شيء، معه هامر قدوم صغير، فات على المعمل اطلع بهالمكانات ضرب ضربة ومشي المعمل. قال له هل على هالضربة بدك $100,000؟ قال له لا، على هالضربة بدي دولار، بس تعرف وين بدي اضرب الضربة؟ بدي $100,000. ضربة المعلم بتعلم. بدنا اللي بيشتغلوا بشركات المي يلي عم بيحطوا كلور يكونوا معلمين، عارفين النسبة، نسبة السموم. يلي عندك بالبيت وعندك بركة، بركة المي حتى يصبحوا الأولاد منطلع ما فينا نتنفس، عينينا مدمعين لأنه ما منعرف قديش بدنا نحط كلور. مش بس بالعالم العربي، رياض أنا إلي صديقة ماتت هي وبنتها بكاليفورنيا، يا خيي ما رح أقول بالعالم العربي، من بركة السباحة، لأنه مش بس كلور فيها. أنت حكي، اعتبر حالك بأمريكا وعم نحكي عن أمريكا، شو كيف بدنا نحط مي بهالحنفية تتكون كلور ولا مي بالبركة السباحة؟ ضروري طبعا بالنسبة للكلور يكون نسبه دقيقة جدا، باعتبار أنه بيأثر على أشياء كثيرة. بالنسبة للسباحة أكيد لازم نبلع شوي جزء ولو بسيط بالنسبة للبركة، أو إذا بنتكلم عن هالقصة بيدخل لجوف الجسم. والكلور طبعا من معروف الآن صار بالعالم كله أجمع أنه من أسوأ الطرق لتنقية المياه، وللأسف ما زالوا بيستخدموا بنسب عشوائية. الكلور قد يعبروا عنه السعوديين يمكن بالكلوركس اللي بيحطوه في الغسيل أو شيء من هالقبيل. فتخيل إذا في واحد يشرب شيء من هالقبيل وكل يوم بكل قارورة مي، أوكي بجسمنا، عشعرنا، بعينينا، عم نتنفس، أكيد شيء مش صحي البتة. يعني لهالسبب عم بتشوف وانت خبرتني قديش في ولاد عم بتحط عوينات، شفنا انه ببيوتهم عندهم بركة سباحة. قديش في ولاد سنينهم حاطين بريسز عندهم بركة سباحة، الا ما يفوت مي بيتمه بيرجع بيبزقهم. قديش في ولاد اليوم بركز سباحة بالسعودية او عنا بلبنان، يا اخي وين ما في الولد لما بيروح على البركة اكيد بيبول تحته بالمي، ما عنا اللي بتفحص دغري ومنغير المي، واحد ورا الثاني، ثاني يوم، ثالث يوم المي عم تبقى وبتصير مستنقع وفيها كل هو ولادنا عم تسبح. والمي مش بس وحدة، تيابنا يلي بلاستيك عم تنزل، الولاد شو عم تعمل بالمي تحت، يعني قد ما بنسترجع نحكي. أنا مثلك قد ما عنا حرية الكلام، هلأ التوعية اللي بدها تكون، بدي تخبرني أنت وخبرتها كتير حلو بدقيقة، كيف تقدر الأم هي لحالها عم تفحص جلدة هالإيد وهالإيد؟ في اختبار بسيط في البيت طبعا، في أي واحد يعمله بالبيت
او اي ام بتمسك المياه المستخدمه، اذا عندها مياه مقطره فبتكون افضل شيء اوكي لهالتجربه، وبتاخذ اي مياه سواء من القوارير او من الحنفيه في اي مكان بالمنطقه العربيه، وبتغسل ايدها بالصابون الصلب اوكي، الصابون اليابس، تغسل ايدها بالصابون بهالمي اللي عندها، بالمياه النقيه قبل، وبعدين بتشطف ايدها بالمياه النقيه اليمين مثلا، وبتشطف ايدها الشمال بالمياه العادية تبع الحكومة، تبع الحكومة أو تبع حتى قوارير المياه، قوارير المياه مش صحية. فإذا أنت أرجع عيد منغسل بنفس الصابونة وبرجع بفتح مية الحنفية المكررة تنقول من عندك أو مية المية القنينة، مزبوط، وبتشوف الفرق. بعدين أول شيء بيطلع في إيديها في خلال دقيقة أو دقيقتين بتحصل أن لون البشرة صار أفتح، اللي هو المغسولة نفترض اليمين بتكون مغسولة بالمياه النقية بتكون لونها أفتح من لون الإيد اليسار. ثاني شيء بتشوف الخشونة في إيدها اليسار اللي هي مغسولة بالمياه الخشنة، عفوا بالمياه العسرة أو بالمياه مية القنينة بتخلي الإيد خشنة هون، وهيديك الإيد نعمة وكثير طبعا بيلاحظوها يعني كثير عندنا مثلا بالمملكة العربية السعودية جربوا هالتجربة في بيتهم وعارفين، لأن كثير عندنا بيشتغلوا مثلا بشركة أرامكو للبترول، عارفين المياه عندهم هناك مقطرة فبيحسوا بالفرق. بيشوفوا كمان الطبقة زي الملح أو الجير شيء مثل القشرة، مزبوط، بتكون هاي اللي بتعمل كمان اللي هي في الشعر القشرة والشربات، فبتشوفها فيها تجرب وتشوف إيش الفرق بين نداوة وطراوة إيدها اليمين، وبتستغني تماما عن الكريمات واللوشن بيحطوه، وبتشوف كيف إيدها شمال خشنة المغسولة بالمياه الغير صحية. وبترجع هالإيد الخشنة خبرتني هبة بدنا نحط كريمات وبدنا نحط زيوت، مزبوط. بيكون سببه نفس الصابون إلا المي الفرق، هيدي مي سفنها نقية وفلترة من عندك وبالفينومين دوسموس، والمي الثاني من اللي منقول مكررة ومقطرة بالقنينة وكذا وكذا. فإذا صار كل واحد منا هو بيختبر، المهم يكون عندنا المعلومات. بدي أرجع أكد وأقول لكل أم ولكل أب ولكل قولوا للأولاد صابوني بلدية صابوني طبيعية، غسلوا ايديكم صار في رغوه، افتحي ميه الحنفيه او القنينه خلي الماما تكب لك عليها، ورجعي الميه اللي انت قطرتيها بهذا النظام فينومين ريفرس فينومين دوسموزس بهذا النظام، وشوفوا الفرق على ايديكم، شوفوا كيف هاي المي اللي مفكرناها انه نظيفه ومنيحه تركت مثل القشره البيضاء، تركت اساوي هون، الايد طريه والايد صار فيها بياض ونعومه. فإذا نفس الفكرة وقت منحط مي على كل جسمنا شو عم بيشرب هالجسم؟ هاي القشرة ما اجت من جوا، اجت من برا بتحكي وبتطلع، اجت من المي عدا عن اللي عم نشربها وعم تعطينا من جوا ومن برا التلوث. دكتورة مريم كمان فيها تشمري، حتى بتشوف اللي غسلتها بالمياه النقية ما فيها ريحة صابون، يعني ما فيها مواد كيميائية، الشمال بتكون فيها ريحة الصابون. فإذا كمان جداً. نشم كمان اوكي، دائما اللي هي بتكون صابون مش طبيعي او مش مستخلص من المواد الطبيعيه، بتكون فيها مواد كيميائيه ومستخلصات من بتروليه او شيء. فاذا المواد الكيميائيه يلي بالمي بتضل معلقه على ايدنا، مزبوط، منشمها، وهي السبب الرئيسي طبعا اللي بتعمل عمليه الاكزيما والحساسيه والاكزيما وكل الامراض الجلديه. مزبوط. فاذا نستخدم صابوني ما لها ريحه، صابوني بلديه ما لها ريحه، والريحه بتشوفوها بعدين على جسمكم من المياه يلي مفكرين انه مقطره ونظيفه. يعني صار نحن بنقدر بالبيت، كل انسان كل ام واب كل مسؤول بتصير تشوف الاولاد اليوم يلي عندهم اكزيما وحساسيه، الاطفال يلي عندهم بعدهم وعم بيتحفظوا بتلاقي في عندهم كثير سكن راش، بكره ان شاء الله بصير عندك اولاد وبتشوف بصير هالسكن راش، بنقول من الحفاض، اكيد من الحفاض واكيد من بول الطفل، ولكن كمان يلي عم بيستخدمه هالحمام الولد بشو عم بيتحمم، يعني مصيبه مطرح اللي في مي عم نحط تلوث، بس طالما في حل وفي حل اوادم وفي ناس عم تسعى تحط الحل. بدي تخبر عن الشتله، عن الزريعه. كمان اختبار ممكن يعملوه بالبيت انه فيهم ياخذوا مثلا بذره المشمش. ايوه. اوكي، باي منطقه بينزرع فيها مشمش غالبا بالنسبه للطقس، ويحطوا مياه whatever كانت حي الله المياه المقطرة أو مياه من الحنفية، ليشوفوا المياه اللي بيستخدموها سواء في الاستحمام أو في الشرب، ويحطوا البذرة إذا طلعت أو الشتلة. إيه؟ أوكي، إذا زرعت طبعا ما راح تزرع، راح تطلع أوراق صغيرة
اوكي وراح تموت الزرعه بعد فتره. هيدي بس لانه المشمش ما بيطلع الا بالمياه النظيفه. نظيفه اذا حطوا طبعا مياه نظيفه بعد المياه بعد عمليه الخاصيه الاسموزيه او بعد ما نستخرج المياه النقيه بتشوفها بتطلع الشتله وبتورق وبتصير مشمشه، يعني بتصير شجره مشمش وبيطلع فيها. لكن هذيك بتموت يعني ما بتطول، على طول بتموت، اوراقها بتصير صغيره وبتضمر. وكثير عندنا طبعا في منطقتنا كان بينزرع المشمش، اوكي بعد فتره بتعرفي تلوثت المي، اوكي والاشياء اللي بتدخل في الارض، اوكي من ضخ مياه البحر ليطلعوا زيوت بترول بيطلعوا غاز او اي شيء بيكون بياثر طبعا على نوعيه المياه الجوفيه الموجوده بالارض. منيح اللي بعد في بذره مشمش يا رياض، لانه وحدنا ما فينا نغشها. نحن عندنا مثل بلبنان بيقولوا الدب مات تحت شجره المشمش، معناته اذا كان الدب بياكل مشمش، اذا كانت المشمش ملوثه واكل منها، وبيقولوا اذا ما في المشمش منه حامل معناته المياه كانت ملوثه. فاذا صرنا نعرف الامثال اللي بتقولها البدو والمزارعين في شجر ما بيحمل تلوث، معناته اذا منا حامل المشمشه معناته المي ملوثه. والدب يلي حدا بيقول لك الدب بيقدر ياكل شو ما كان تحت المشمشه اللي هو ميت، معناته شافوا انه المشمشه ملوثه. فاذا اذا كل ام وبي، اذا كل واحد منا بجيب بذره مشمش وبيتاكد من المياه تبعه بشوف اذا ماتت يعني المي ملوثه، واذا فرخت وحملت يعني ميته نظيفه. يعني اليوم كل واحد منا ما بده مختبر، اذا بيعرف يرجع يشغل اختبره في بيته ببيته. قال انه بالانسان دوائك فيك وداؤك فيك، يعني في مثل حلو كثير. وتعرف هلا بدي اسالك ليش سنه 2020 هالدراسه اللي عملتها المنظمه العالميه للصحه، وهيدي الدراسه انت عملها بعد 20 سنه، يعني فضيحه حول الكره الارضيه المي كلها ملوثه، معناته بعد عندنا 20 سنه امل اذا بنقدر نرجع نغسل هالمي. في سنة 2020 طبعا بيكون التلوث بالعالم بشكل عام بيكون الدبل أو أكثر من الدبل، أكثر من دبل، يعني ازداد كثير، ازداد إيه و 300%. مزبوط تقريبا. فبيأثر أكيد بشكل مباشر على نوعية المياه الموجودة. بالنسبة عندنا للشرق الأوسط، في الشرق الأوسط نسبة المياه نسبة المياه العذبة قليلة جدا وفي تناقص مستمر ومصادر المياه بتقل، فكمان تلوث مرتفع، فمعناها زياد سوء المياه الموجودة بتكون أكثر بكثير. فضروري يعني أشكرك دكتورة مريم لمنح الفرصة، أوكي بس ودي أنك أنت تتكلمي عن الموضوع، أن الزرع شعر بهالشي ومات. الزرع عم بيموت، الحيوان ما بيشرب من هالماء، أوكي اي شيء حوالينا، العصفور اوكي، الطير ما بيشرب من المياه اللي مش نقيه، اذا في نقيه وغير نقيه بيختار الانقى، بيختار الافضل. العصفور صار افهم. نعم، فودي انك كمان تحكي اوكي عن هالنقطه كثير مهمه، ان الانسان ليه اخر الناس اخر شيء عم بيفكر بالماء. ليش اقولك يعني مثل ما قلت مان از ذا اونلي ديزيز، الانسان هو المرض الوحيد. اذا الانسان بيصحى وبيوعى عم نقتل امنا الارض وعم نقتل الطبيعه، يا خي هذا شيء بديننا كمان، وجعلنا من الماء كل شيء حي وامك الارض وعمتك النخله. بس مثل ما قلت اخر شيء بيوعى الانسان، اول شيء بتوعى كل الطبيعه وبتصير تقول له يا انسان يا انسان. بدي خبرك صديقتنا يلي هي بالمنظمه العالميه للصحه حكيت امبارح رح حاليا باندونيسيا، قالت لي يا ريت بنقدر نقول اول ناس بدها تنصاب بهالمرض بال 2020 امه الوسط، لانه المي بدها تجي من اقصى الشرق ومن اقصى الغرب ومن الجبال وبتصب بامه الوسط، هيدي اللي بيعرفوا بعلم الجيولوجيا. واكثر شيء رح ننصاب نحن بالامراض اطفالنا احفادنا اللي بعد ما خلقت هي اللي بدها تنصاب. ولكن في حل، الحل بصحوه الانسان، الحل انه الانسان يقول ما بدي غير سياره، ما بدي غير المكيف، ما بدي غير التيابه، ما فيني اعلم ابني بقعده بالبيت، البدوي منه متعلم وهو اللي صاحي وواعي، ولكن بدي غير المي. وهيدا بتغيير المي انت الموجود وكتار الموجودين، انت موجود بالاحساء في كثير بلبنان وبغير لبنان، كل العالم العربي اليوم يا اخي هبوا قالوا في صحوه اليوم،
لا في أكل ولا في مطعم ولا في بيت ولا في أم ولا في جسم. المستشفيات عم بتزيد، الأمراض عم بتزيد، الأدوية عم بتزيد. بيشرب ماي، في واحد عندنا بلبنان بيقول لي بعد ما أشرب ماي بياخد دواء. يا خي ليش عم تعمل هيك؟ قال لي لأنه الماي ملوثة، وهذا الدواء اللي حطيته بيتمه. قال لي إيه ما فكرت، ما بقى يفكر إنه عم بتحط سم فوق سم. كيف فينا نحكي؟ أنت بدك تحكي بدورك وأنا بدي أحكي بدوري. نحن جربنا، وأنا بطلب من كل أم دخيلكم وكل بيت، حطوا حبق، حطوا حبق، جيبوا مي وسقوها هون، وجيبوا مي ركبوا فلتر وسقوا، والولد راح يشوف. ومثل ما قلت اللي بيجي على بيتك أنت حاطط مي، بتقول له جيب معك بريق، جيب معك جرة، بياخد من بيتك، بتصير تسقي كل جيرانك لو انه بيطبخوا من مياهك وبيطبخوا وبيشربوا. اذا هو مش قادر يحط فلتر، كيف كل واحد منا بيقدر يساعد يلي ما قادر يحط فلتر يفلتر المي ويحطه؟ اذا مش قادر يغير للزرع، يعني دخلك بهالسعوديه لو منخفف شوي من بناء القصور، منخفف شوي من هالاعراس وهالمصروف وهالتبذير، وكمان بلبنان ووين ما كان. يعني ما بعرف، يعني عم ببلش نقص على نفسنا وعلى غيرنا، هذا جهل للكل. شوف وسائل الإعلام عندك، إذا بتكتب عن الموضوع بالجرايد بس بيرجع التاني أكثر. أيوة بيقول لك سكوت، أنا بدفع لك أكثر ولا تحكي عن هالموضوع، كذب الموضوع، قول هيدي مريم نور ما بتفهم، بكرة بدهم ينشروك، قول هيدا رياض عنده بده يبيع الفلتر. بس الناس بتصحى يا ابني، خلص عم بيشوفوا. مثل ما قلت أنا بشرب من المي بحس اخر شيء بالطعمه انه فيها كلور، ولكن بامريكا بلد عم بيستعملوا هلا ورق كل مي مسواك. انت بتعرف بالمسواك، خبر عن اهميه المسواك. بتلاقي الامريكان هلا حاملين مسواك، كل واحد منا من بعد ما يشرب بيعمل هيك، بسمي براشينج، هو ما بيعرف كلمه مسواك بس بيجيبوا له اياها العرب. مش بس بالسعوديه موجود المسواك، موجود مطرح تاني، موجود غالبا بدول الخليج بتكون موجوده كثير. إيه؟ وبتكون موجوده باليمن كمان اكثر شيء. باليمن كثير جدا، هي اللي بتصدر يمكن اغلب دول العالم. بالنسبه للمسواك طبعا يعني هو مش تخصصي بس مشهور عندنا كثير، ومعروف من ايام النبي عليه الصلاه والسلام انه يعني افضل الوسائل الموجوده حاليا تقريبا للتنظيف. ولكن بعد المي بيشربوا بيعملوا بالمسواك. فعلا لو ظل الواحد يشرب فقط مياه من هالعلب اوكي او الجوالين بس مي في اليوم، صايم مثلا على المي، بيشوف بعدين مثل الجير على اسنانه او شيء، شيء مثل الكمخه بيضاء. أي. ارجيل مزبوط، حواره طين، هاي مش من فراغ طبعا اوكي، ما اكل شيء من عشان لا يقول من أكل مثلا، ما شرب عصيرات مثلا أو شيء بيلون أو كذا، ممكن ما يكون شرب دخان بس بيحصل مثل الجير أوكي أو الكلس. هذا الموجود بيكون بيحصله بكل حنفية في أي بيت في الوطن العربي بشكل عام، بيحصل الكلس على نفس الحنفيات وعلى كذا، حتى بالمياه القوارير كله بنشربها للأسف، وبتأثر علينا أوكي على جسمنا. نحن في مطعم بأمريكا بطعمي أكل نباتي فول وكذا وهيك، وبيضيف شقفة صغيرة هلأ مسواك لكل واحد، وإذا بتفوت أي من بعد الأكل بيعطيك شقفة وبيعلمهم للناس، وإنه صاروا يعرفوا بيفركوا سنينهم فيها وبيقلوا ما بقى تشرب من بعدها، وصاروا يعرفوا. وإذا بتفوت على مطاعم باكستانية والهنود فيتي مرة بيحطوا صحن. ايه. صحن في مثل الكمونة بالجنوب، أهل مرتك بخبروه بيشيلوها بيحطوها بتمن وبيمضغوها، هي كمان بتشيل يلي بالمي عم بتحطه. ولكن هي منا حل، لازم نسكر الحنفية، لازم نغير المي، لازم نرجع نحط هالمياه يلي ما بتحط هالتسوس بسناننا. حتى في واحد صديق لقلي طبيب سنين قال لي المي اللي عندنا بالبنايه بتلوث السنين، وما كانوا يقبلوا يغيروا عنده كل البنايه، غير هو. في ثلاث اطباء سنين بالبنايه، هو واحد منهم، صاروا الزبونات اللي بيجوا لعنده بينظف لهم سنينهم ما بيعودوا يرجعوا، بيقول لهم غيروا المي. طبيب السنين اللي حده قال له اذا ما عادوا رجعوا انت ما بتعود تشتغل.
لك الفكرة. قال له نخليني غيره ميون، وأنا ما بدي أشتغل بس خلي يغير المي. المي عندنا حتى بلبنان عم تعمل تسوس بالسنين، وهو بس غير وحط فلتر فينومين دوسموس في بلبنان، من هالفلتر شايف في فرق كتير كبير، وبيحط بالكباية وبفرجيهم من بعد 24 ساعة شو بصير. بدي خبرك هلأ، مثل ما قلت كل أم كيف فيها هي تحط قطنة بالحنفية يلي بترسب بالقطنة. شو فينا نقول لهالأم؟ أنا تنقول مني قادر أحط فلتر وما معي وفقيرة ومعدمة يا خي، ما معي أكل، وبعرف إنه هالمي هالقطنة وحدة كافية. بالنسبة للقطن في فلاتر قطنية، ولكن ما بت مش كفوءة بالمستوى المطلوب. بالنسبة إذا بنقيسها بدرجة عصورة الماء بتنزل من 1 إلى 2 جرين، يعني ما بتأثر كثير إذا كانت المياه فعلا سيئة. ولكن كرسالة من كرسالتي أنا في مهنتي، أنه فعلا تكون المياه النقية للجميع، ومستعد بأي بلد أوكي أني أقدم الخدمات وفيني أتعامل مع السلام سنتر، مع السلام سنتر أو نيلي مع أيوة نيلي إيه؟ أنه يكون في فلترز بيكون حجمه صغير على الأقل، القليل يكون للشرب، أنه يعطيها مثلا لكل بيت يعطي 20-30 جالون يوميا، ويكون سعره معقول، ويكون في تسهيلات على تم الاستعداد طبعا سواء في المملكة أو في أي منطقة بتطلب هالخدمة، وفينا نوصلهم للبيت. حبيبي رح نطلب خدمة من كل الميسورين. قديما كان بلبنان على المعرض يلي هلأ اسمه داون تاون، أنا متذكرتها بعيوني شايفتها، وكانت قبل يمكن كان كل واحد وخاصة المسلمين حاطين مي برا، يمكن عندكم كمان، مين ما مرق بيشرب بيقول هالمي عن نفس سبيل، سبيل هالسبيل عن نفس روح أمي وأبوي. كنا نمرق ونشرب، كانت جرار، وكنت أنا يعني من شي 60-70 سنة نلاقي هالمي وتشرب كل الناس من البري. فينا نفتح سبيل وتقول أنت بتحط كل إمكانياتك، الرسمال بس هن يدفعوا، وأنت كل إمكانياتك ما بتاخد اجرتك، ونفتح سبيل على بالبلد ان كان بالسعوديه او بلبنان، كل واحد يقول انا عندي سبيل. هالسبيل بيسقي المي للناس العطشانين، بيقدروا ياخذوا مي للشرب من عند هالسبيل، بيقدروا ياخذوا مي للاطفال اذا ماشيين على الطريق بلا ما يشتروا هالقنينه يقدروا يسقوها. نحن بنوجه هالدعاء وهالنداء الى كل واحد ميسور بحب يفتح سبيل عن نفس اهله، يتصلوا برياض. هلا بنهايه الحلقه بنحط كل المعلومات كيف فيكم تتصلوا فيه بسلام سنتر. رح يكون عندنا سبيل لكل منطقة الطيونة بداره مجانا للناس تجي تشرب من سلام سنتر. نحن مستعدين من اليوم نتعاون معك وتحط هالسبيل عن نفس كل أهلينا، كل واحد منا يشرب ويدعي من قلبه. بيكفي إنه عم بيشربوا هالصغار والكبار، لأنه وحدنا إذا شربنا من هالمي على القليلة بتكون عم بتغسل هالسموم قد ما بتقدر من الجسم. رياض انت قلي ونحن بنحكي، هلا بدي اسالك مين المسؤول يلي بحط هالكلور ان كان بالمستشفى او بالانديه الرياضيه؟ رحنا على نادي رياضي وشفنا، انا شفت تيبس جسمي، فت وما قلت له شو جاي اعمل، كان معي دعوه وفت وخبرت، يبس جسمي من تحت الدوش لانه فتحت وقالوا تفوحوا، تركته مثل ما هي، حسيت رح يتشقق قد ما كان المي النقاسي. انت مثل برا فيك تركب بس للشاور؟ في اكيد بيكون للشاور اوكي، ممكن يعني للبيت كله، يعني لدورة المياه كلها سواء للشاور او لغسيل الايدين. فاذا يلي عنده 3-4 حمامات بالبيت يفتح حمام واحد، ممكن بس حمام واحد انكم تقدروا تحطوا. نحن ما عم نقول للسيفون، ما عم نقول للتويلت. فاذا فينا نشرب ونطبخ ونتحمى، هودي اللي عنده اقل شيء امكانيه. ومثل ما قلت كل واحد منا انت بحب تقولها، يعيد النظر شو هي الاولويات. شو الاولويات بتقولها لكل ام واب يا رياض؟ بالنسبه كثير للاسف فينا بيفكر في الكماليات
أكثر من الأولويات. بالنسبة للمياه، يمكن بعد الهواء ما فينا ما نتنفس، ولكن كمان ما فينا ما نشرب مي. فينا نعيش بخيمة وبمي، وما فينا نعيش بقصر بلا مي. فالمياه ضروري إن كل بيت وكل رب أسرة إنه مش لوحده مسؤول عن نفسه، مسؤول عن أطفاله، عن كل الأسرة اللي هو بيعيلها، مسؤول عن أقاربه، إن يوعيهم لو نوعية المياه اللي بيشربوا فيهم، يحللوا في أي مكان نوعية المياه اللي بيشربوها والحاصلة على أختام الجودة. مش أسمي مكان معين، ولكن في أختام جودة بتوضع، وبعدين بيكون في مرحلة بين الفحص والفحص لأختام الجودة بيكون في مرحلة تجارية بحتة، أوكي، فيها تلاعب شوي في كمية الكيميكالز أو اللي بيحطوها. هاي مهمة، أنت ما فيك تقول، أنا اللي بقول، معلش. كلمة الجودة مثلاً، نحن ما بنقرأ، العرب ما بنقرأ شو مكتوب على القنينة كلنا، وكل ما كتبوا بدك لوب. بتشوف برا بأوروبا، بالهند، باليابان، رياض، بتحملوا لك هاللوب، النسوان الختيارية مثلي، بيصيروا يقروا شو مكتوب على هالقنينة تيتأكدوا. نحن ما رح نعرف، وبتكون الكلمة تنقول كلور اسمها إي، تنقول سيكس، بيخلوها بيشيلوا إي سيكس وبيحطوا إي سيفن. نحن شو بفهمنا؟ عم بتضل النوعية، بيغيروا الاسم. هلأ شو فينا نقول للمواطن يلي ما بده يقرأ؟ وين فينا نجي؟ رح حط أنا على الإنترنت عندي الأسماء يلي موجودة على القنينة، المواد يلي بتضر، ولو تغيرت الأسماء شو فينا نقول؟ أنا رح أقولها، أنت خلي. كل ما قريته على القنينة أكثر من 4 أسماء لا تشتروها، أول 4 ومن بعدهم كلهم بيضروا حتى آخر وحدة. بس إذا كان في تنقول كلمة جوارغام هاي منيحة، يعني كيف بدي أقولهم؟ أحلى شيء ياخذوا قنينة بيقولوا مقطرة ومصنعة وطبيعية وبيحطوا لك كلمات. هو المشكلة إنه بيحطوها مهما كانت الوعاء اللي بيحطوه فيه أصلا مش صحي، يعني حتى من الشكل بلا يقرش أي شيء، عم بيرققوا من الشكل. مزبوط، مش صحي. يعني بتعرفي زي ما قلنا، في إيطاليا أو في أوروبا بشكل عام أو أمريكا، ما في شيء اسمه بلاستيك للمي، صح؟ إلا للعرب. إلا للعرب فعلاً. وللأسف درست إيطاليا ورحت وشفت، خبرية كتير خبرة. أنا دورت يعني بكل دول الخليج، بمصر، بلبنان، ما في قارورة مي زاز عربية، ما في أبداً. ليه؟ ما بعرف. أوكي، هل الأغراض التجارية، تخفيض التكلفة مثلاً، الناس ما فيهم يشتروا مثلاً مياه بتكون أغلى شوي بس صحية؟ نرجع منرد القنينة، من زمان بلشوا بالقنينة. مزبوط. على أيام كنا نخبي القنينة بالقنينة ما رح نسمي في، بس هلأ بلشت هناك ما منشوف أبداً، وبلشت القنينة البلاستيك، وأنت عارف فيها منخففها، صارت أرق، ومنحطها بالشمس، والشمس بتصير تدوب من البلاستيك وبتفوت فينا. وامبارح جريدة الأهرام بمصر بالقاهرة كتبت، جابت ملفات وقالت، ويلي بيحب يعرف أكثر وأكثر اسألوا بالقاهرة، الدكتور علي المبروك أبو جرين ليبي بالقاهرة بيشتغل وراي على ليبيا، اختصاصه يلاحق، ما رح نقول النفاق، التجارة هيدي اختصاصه، ويشوف وين في دراسات علمية حول العالم موثقة، إن كان بالمياه وإن كان بالأكل وخاصة بالمي، ويقول لا تشتروا منها، اشتروا منها. ولكن اليوم نحن ما بنقرأ، مثل ما شفت برا كلهم بيقروا، الشعب يلي حاكم يا حبيبي بأوروبا، بأمريكا، باليابان، بالصين، بالهند، نحن شعب محكوم، اسمي مستهلك، اسمي وعي، اسمي بفتح تمي وبشرب. هون الفاضي. هلا رح نترك شوي وقت للاعلام، وبدي خبرون قديش خطر لما نحن وبالسياره منشرب قنينه سخنه على البيتش عم نتحمم، ومنشرب مشوب، ومنشرب
شرب الدخان وبنشرب، نترك الاعلين وبنتسير وقت الاعلين وبعدين بنخبركم فضايح اكثر. لو سهلة، وإن شاء الله من اليوم ورايح رح نشرب مي ونقول نتهنى وتكون مي هنية، ونقطة مي هنية بتكفي المية. أنا رح أتحمل المسؤولية وأحكي الأشياء اللي رياض بيعرفها وما بحب يقولها أنا رح أقولها، ونحن بنعرفها كلنا، ما بنترك هالشاب بكفي إنه صهرنا، بصير بدي يقول ما بقى في يفوت على هالحدود ويرجع على الحدود. إن شاء الله يتجوزوا ويكون عندهم أولاد وأحفاد ويكبروا ويضلوا يروحوا ويجوا بين لبنان والسعودية وكل البلدين، وتكون حدودنا مفتوحة لكل الناس، وخاصة اللي عندهم الجرأة يقولوا الحقيقة. أنا رح أخبر هالقصة، أنا بعرفها من قبل، وهو قبل ما يحكيها، يعني ما تفكروا أنه لأنه بيعرفها. في كتير اليوم شباب من عمر 12 ل 18 عم بيشربوا أرجيلة. أنا أول مرة شفتها كنت في جدة، هالشباب وهالصبايا بيشربوا أرجيلة، ومن بعد سنتين زيت سرطان الرئة سرع أكثر من السيجارة. ما معناته السيجارة أرحم، لا، لا سيجارة ولا سيجار ولا أرجيلة. رح خبركن على أيامي بضيعة اسمها عبرين بلبنان، سألوا عنها. عبرين الكبار والصغار بيشربوا دخان وأرجيلة، بس من 60-70-80 سنة، وما كان فيه سرطان لا رئة ولا مصران غليظ، لكان لأنه كان التنبك نظيف والأرض نظيفة والشتاء نتكل على الله والبير. ولكن اليوم ما في مي، المي اللي محطوطة بالأرجيلة محطوط فيها عطر، انتبهوا العطر اللي عم بتحطوه بالمي والزهرة اللي عم بتحطوها بالمي، وبعدين النربيش كله شنو عم بيعلق فيه، لو غيرتوا الحلمة وحطيتوا المعسل وحطيتوا الألمنيوم والفحمة منا فحمة، صرت أنت عم تشرب أرجيلة وأنا قاعدة حدك ما بدخن، أنا سكند سموكر يعني عم دخن، أنت مدخن أول أنا مدخن تاني. ورح قلكن شو بتعملوا بهالمي، هالمي اللي شربتوها من الأرجيلة، أنت الأم حطي فيها قماش أبيض وحطيها بالهواء، بس غطي وشيلي وشوفي شو بصير على شقفة القماش. انت اختبري بمية هالأرجيلة، ما تشربيها أبدا، زرعي وسقي الزرع، حطي إجرك فيها أو إجر الطفل وتركيها تنشف، شوفي شو عليها. نفس الشي بالرئة، معه حق هالشاب يقول ما بقى في لزوم نروح على أي مختبر، نحن المختبر. جورج المخرج جورج حداد عنا عين، تذكرنا أنا وياه، قال لي عين عكفر، منعت البلدية فوق العين كلها ينبنى بنيات، ولا بيت فوق العين حتى ما يكون فيه مجرير. سألنا شي مرة وين عم بتروح مية المجرير، إذا بدكن تعرفوا حضروا فيلم A Diet for a New America جون روبرت، شوفوا ابنه اللي اسمه أوشن شو عم بيعمل، كيف عم بينظف المحيطات. هالعين وكل عين بكل بلد، رئيس البلدية هو المسؤول، ونحن اللي منساند رئيس البلدية. وأنا رح أطلب من رياض الناصر هلأ علنا، رياض أنت مستعد يا ابني تروح على المدارس، مستشفيات، مصحات، مين ما دعيت من دور نشر وسائل إعلام وتحط اختبارك عنده؟ أكيد بأي محل، سواء كان بمنطقتي أو بأي منطقة بالعالم العربي، بيكون في أتم الاستعداد أني أعمل لهم الاختبارات بالكامل عن المياه الموجودة، وأعمل لهم كل الحلول المطلوبة عندهم،
وياريت يكون في أماكن عامة يعني فيها توعية أكبر، لأن لابد رسالتي أنا بالمؤسسة اللي أنا افتتحتها أن يكون فعلا المياه نقية للجميع، وتركت الجميع مفتوحة، مش جميع مواطنين السعودية، أو تركتها مفتوحة لكل الناس فعلا عندهم وعي أوكي لاقتناء أو مياه نقية موجودة في بيتهم. رياض، أنت المسؤول بالمؤسسة، عم فيك تمون على نفسك أو أنت البوس، أنت المسؤول، وبهالعمر أنت مسؤول عن هالمشروع الإنساني المهم. هيدا شيء بيشرفنا أنه شباب بعمرك، لأنه أوشن بعمرك هيك ومسؤول عن مية أمريكا، وقال لهم أنا بتحدى، وعايش بكل تواضع. هو بيو صار من أغنياء العالم، وبعدهم ببيت كتير صغير، وما رح أقول لك من هو جده، خرب العالم كله، خرب أمريكا، وهلأ مخرب العالم العربي كله، ما رح أقول لك شو بيعمل، كلنا بنأكل من مأكولاته. وقال له لجده، أنت هيدي كرامتك، بس نحنا كرامتنا ننظف أمنا الأرض، وأنت ما تلتفت مين عم بيخرب، نحنا ما بدنا نشوف المشكلة، بدنا نكون جزء من هالمشكلة، لأنه اللي عم بيخرب هو أنا وبيك وجدك الأجداد، ولكن أنتوا الأحفاد بدكم ترجعوا تردوا هالأمل إلى الأرض. مستعد تنقول بسوبر ماركت عندك ولا عنا وبأي مطرح تقول رح جيب مثل ما بيعملوا برا، وحط مي وشوفوا، أنتوا دوقوا، أنتوا شربوا، خدوا شوية مي وفحصوها، فيك تعمل هالخدمة؟ أكيد في أي وقت طبعاً، بيكون في أرقام الاتصال والإيميل موجود. أي مؤسسة أو سوبر ماركت أو حدا وده أنه نعمل له هالتيست أو الفحص أمام العالم يعني أمام الناس، فينا نعمله في أي وقت طبعاً، وحاضرين طبعاً. رح نعطيكم العنوان، وذكرتني أنا كنت في أمريكا وشاب رجل عزيز على قلبي هو ومرته، خبرت قصته وتغير الأكل وعطينا كل اللي منعرفه، بالآخر حتى المي مفلترة وفينومين دوسموز ريفيرس هو شغلته هيك. قلت لها لمرته فيفيان، أنا بدي غسل ثيابه لجوزك. قالت لي ما عندنا خدم مخصوص وعندنا ما. قلت لها أنا اللي بدي غسل ثيابه. والفكرة اللي قالها عن الصابون كيف نغسل إيدينا وهي، نفذت أخذت ثيابه الداخلية وثيابه الخارجية، كنا نغسلهم بالبيت مش بالمصبغة أبدا، ما خليناه نتعاطى برا، ولأن عنده نزيف، عنده كان سرطان بالريكتوم وعنده نزيف دائما، كل شيء كنا عم بيستفيد إلا النزيف. غسلت له ثيابه الداخلية بهالمي، وأنا فوحتها أكثر من مرة. ثالث يوم وقف النزيف. هني من سكان تكساس، حر بالصيف مثل بلدكم حر، شو صار يعمل حرام بالشوب الحر؟ يعرق، يشرب يرجع عرقه، يفوت بجسمه، والأدوية طبيعية ولكن من مفوحة، يرجع يشرب الصابون، يشرب الأدوية، ويضل عنده نزيف بباب البدن. لما نفوحت أنا تيابه أكثر من مرة وبالشمس ما نشفت بالغسالة لأن وضعه حساس، ثالث يوم وقف عن النزيف. فإذا مش كمان قول في طبعا اختبار كمان غير اختبار الإيدين، ممكن أي أم مثلا أو ربة بيت، جارها أو أي أحد بتعرفه عنده هالنظام أو فيها، تسألني مباشرة أوكي نعملهم تيست في البيت، بتاخذ نفس الغسيل الموجود عندها بالبيت وبتعصره وبتنقعه يعني في مياه، بتنقعه بالماء بالمياه النقية هاي، وبعدين بتعصرها وبتشوف كمية الصابون الموجود في نفس اي ملابس، اي قطعه ملابس قطنيه مثلا، بتشوف كميه الصابون الكثيره جدا. هاي طبعا اللي بتسبب، اللي بتتفاعل زي ما قلتي دكتور مريم، انها بتتفاعل مع الجسم اوكي وبتسبب هالاشياء. في شيء ثاني اللي هو نذكرهم فائزه، اللي هو فيهم ياخذوا مياه ممكن تكون مقطره، اذا ما فيهم ياخذوا من عندي مباشره اوكي، ممكن ياخذوا مياه مقطره صافيه 100% ويحطوها في رضاعة البيبي اللي مش مغلية. أيوة. ويرجوها شوي بس تطلع على السطح كله صابون، فالبيبي عندنا كل يوم بيشرب صابون إذا ما انغلت اللي هي البيبرونة أو البيبرونة. فإذا نرجع منقول
اختبار عملته كثير يعني اوكي، وتفاجئوا كثير ربة المنازل اوكي ان عملتم بيوت كثيره، وانه كيف بنشرب ابننا صابون كل الوقت. فاذا لازم نفوح غسيلنا اكثر من مره، يلي ما عندنا تنظيف مي نظيفه على القليل نفوح اكثر من مره، بنكون شلنا الصابون ولو المي وسخه، احلى ما تكون مي وسخه وصابون. ولكن الافضل نغير المي. والولد ما لازم نحط له المي بالبيبروني بالرضاعه الا اذا كانت مغليه. هون بدي اسالك وقول الحقيقه او قل لي اياها وشو اسمي انا بقول، بس نغلي البيبرونات الاولاد بالمي يلي منا نظيفه، غلي المي وحده بكفي اذا المي وسخه؟ اكيد لا. قولها. اكيد لا طبعا. يعني فيهم يشوفوا بعد ما يغسلوها بالمياه النقيه غير الصابون اشياء كثيره جدا موجوده فيها، من اتربه وشوائب صغيره وكلس واشياء كثيره. فالغلي لحاله بمياه يعني احنا ما بنحل المشكله، احنا نبغى نحل اساس المشكله. هيدي هي. يعني حلينا المشكله، الغلي بحل جزء بسيط اوكي، ولكن الاساس مش نقي فبيظل الضرر موجود. ونحن وعم نغليها في اشياء ضروريه بتموت، والاشياء مثل المعادن بتقسى اكثر وبتصير تضرنا. مش كل واحد منا بد يعني المسواك بحل الاساس هون مؤقت، ولكن الاساس محطوط بالاكل اللي عم ناكله، بالمي اللي عم نشربها. هالمي عم تدخل بتيابنا، بجسمنا، بنظرنا، بحواسنا، بشعرنا، بالعرق. شافوا كثير هلا ناس وقت اللي بنسلم على بعضنا ونحن عرقانين، انا شربت من ايدك وايدي شربت من ايدك. صح. شربت من ايدي، يعني ما بقى في حل الا بتغيير المي الجذري. وما بدنا ننطر مثل ما قلت حتى الحكومه تاخذ القرار، الحكومات عم تصرف ملايين ومليارات وخاصه بدولتك، بينضرب لهم سلام وشكر، عم بيغيروا بالمياه، ولكن الطريقه القديمه غلط. لازم نرجع نعيد النظر، نحن ببيوتنا نبلش نغير ببيوتنا. ساعتها الحاكم بيقول اذا هيدي حقيقه خلينا نبلش نغير بالمراكز الكبيره، بالمستشفيات، بالمدارس، بالمصحات، على الطرقات. نحن علينا نبلش بالبيوت. انا رح اعطيكم الاسم والتليفون والهوت ميل، وين بدي احطها هي. رح يكون معكم البريد الالكتروني ورقم التليفون يلي هو في السعوديه، تتصلوا فيه اينما كنتم، ومستعد يجي وين ما كان. المدارس خليها تفتح الباب، المصحات، المهتمين يا اخي، خلينا نقول مين مهتم، خلي كل واحد مهتم. اليوم بتشوف يعني بعد شوي بلشوا بعمرك يصلعوا، ما تقولوا بس من الاكل، كمان الجسم عم بيشرب مي. انا بقدم دعوه دكتوره مريم لكل المهتمين او كل اللي بيعملوا في هالمجال انه فعلا يتكلموا اكثر. اكيد ايد واحده عمرها ما بتسقف، فيك ايد واحده ما بتزقف، فاكيد لازم يكون في اكثر واكثر، وتكون التوعيه. الحمد لله يعني بالنسبه للمملكه فيها نشاطات كثيره في الجامعات، في المراكز حتى التجاريه الكبيره، بنوزع بروشرات لهالاشياء، في توعيه، ولكن ضروري تكون على شاشه التلفزيون كمان اكثر عن المياه، لان قليل جدا اللي بيتكلموا عن أهمية المياه ودارها. نطلب فإذا من وسائل الإعلام خاصة السعودية يفتحوا ندوات عن المياه، ويجوا الناس يحكوا مع وضد، وانت بتحكي وغيرك يلي بيقول، خلي يصير في حوار، والناس تعاكسك وتقلك لا هذا غلط اللي عم بتقوله. بالحوار بنسميها خناقشة مش مناقشة، خلينا نعمل خناقشة ونشوف انه بالحقيقة. انا رح خبر القصة عن الثعلبة، انا رح اقول انا المسؤولة، ما تقولوا رياض. في ام عندها ثعلبه اثنين براس بنتها، وصارت تجرب مي من نقيه من هون ومي الثانيه، وحطت قطنه هون وحطت قطنه ثانيه لتجرب، وسكرتها، وحده سكرتها بشيش والثانيه سكرتها ببلاستيك، مثل ما قال لها الطبيب لازم تعمله. من بعد ست ايام مطرح ما حطت مي نقيه بلش الشعر يفرخ، بطرح اللي حطت مي ملوثة عملت ثلاث بقع مثل ما بتعمل فرجيهم ايدي بسمون راش.
بيقولوا هو بعد الأربعين، ما تصدقوا، بس الجسم بيفرز سكاكر ودهون. هالبنت فرزت من جسمها على سطح الجلد بس حطت المي الوسخة. هالمي الوسخة موجودة بجسمها من برا ومن جوا، سحبت كل الوساخة وحطته وبعدها عم تشرب مي وسخة. ولما بس حطت مي نظيف على بقعة بيضة يلي هي الثعلبة، الأم شافت الفرق. خلي كل أم وبي، كل واحد مسؤول هو يجري. وفينا نحط إن شاء الله على الطرقات يكون عندنا هالسبيل موجود، فينا نفوت مستشفيات مصحات وين ما قدرنا. وإحنا بأتم الاستعداد طبعا لأي محل بيكون في دعم من الجميع أن احنا نقوم بالإشراف على المسائل الفنية على نوعية المياه الموجودة بتكون للشرب. بنحط الأجهزة المطلوبة حسب حجمها وحسب الإمكانات الموجودة للمكان. بدي أطلب منك شو بتحب تقول لهالمشاهدين واللي مستمعين المسؤولين، أي هيك صرخة بتحب تقولها؟ هيدي لك 3 دقايق انت قولوا، خلي تسمعك الناس، ما زال مستعد انك تساعد. شو منقول لكل اخوتنا العرب، لكل واحد اللي ما بيقدر يعيش بلا مي؟ اذا في حدا ما بده مي فيكن تطفوا التلفزيون، بس اللي بيشربوا شو منقول لهم يا رياض؟ اللي بيشربوا المي ضروري يحسوا بحس المسؤولية، يشعروا شوي بالمسؤولية أول شيء تجاه النفس اللي الله خلقها سبحانه وتعالى إن نحميها. واللي بيشرب شيء مش صحي وتفر كان هالشيء وخاصة المياه فبيكون بضر نفسه. وطبعا الله سبحانه وتعالى بيقول لا تركوا بأيديكم إلى التهلكة، فهي من هالباب أوكي إنه يكون مسؤول عن نفسه، ثم عن أسرته اللي حواليه وأصدقائه، وقد ما في إنه يبلغ إذا وصلوا الوعي. طبعا اللي بيقول اللي مجرب غير اللي مش مجرب، فإحنا على أتم الاستعداد على إنه يجرب أي واحد نوعية المياه اللي بيستخدمها وطعمة المياه اللي بيستخدمها وسهولة شربها. يعني صارت المياه حتى بتوقف ساعات بالحلق، يعني بتحس إنه شوي أوكي، تحس بسلاسة المياه. في أي حدا يجرب أوكي ويوعي، واللي وصل له هالخدمة ووصلته وفي بيته وبيستمتع فيها يا ريت يبلغها الأصدقاء ويبلغها للناس اللي حواليه. إن شاء الله نكون كلنا سمعنا بقلبنا وبضميرنا ومنقول حتى سابع جار نحن كل واحد منا مسؤول. إن شاء الله من اليوم ورايح نشرب نقطة مي هنية ونتذكر وجعلنا من الماء كل شيء حي. بشكرك رياض وبشكرك يا هبة، ومع السلامة، ونلتقى كل يوم مثل اليوم. نشكركم كلكم.